موعدكم مع الموضة يتجدد في عدد جديد من برنامج ستايل باي مينا. رايحين نكتشفوا كل المواضيع اللي وجدناها لكم واللي رايحة تعجبكم نكتشفوها بعد الجينجل. احنا كامل نحبوا لي تالون لانه لي تالون يزيدوا في أنوثة المرأة، ولكن لي تالون انواع واشكال، وفي كل مناسبة المرأة لازم تعرف تختار لي تالون تاعولها. بعض من النصائح واخر موديلات في ركن شوبينغ دي زد. اليوم راح نشوفوا كامل لي طوندونس اللي كاين في لا شوسيغ ا تالون. يلا تبعوني سي بارتي. لسكاربان كحل نوار ولسكاربان نيود، هاد لا كولور البنات ما نقدروش نستغناو عندهم، لازم كامل يكون عندنا في الدريسينغ ديالنا. اذا ما تحملوش بزاف لي تالون ولا ما تكونوش اليز في تالون، انا ننصحكم بلي دومي تالون سورتو هاد الموديل راه بزاف طوندونس وبزاف اليز. سينو البنات ولا لي دام عندكم ثاني دي ميني تالون كيما هذا، سا ريست اليغان كومام، ماشي معناتها لازم لي تالون عاليين باش تكونوا شيك اي كلاس. هاد لو تالون اي بو فير لافير. ولا البنات اختاروا لي تالون كاري، هاد لو تالون كاري بزاف اليز، تقدروا ميم تجوزوا فيه كامل النهار. إذا تحبي لي تالون بزاف ولا عندك مناسبه وين لازم تلبسي فيها لي تالون، انا ننصحك بهذا لو موديل، لو موديل بلاتفورم اللي يكون كومبونسي من القدام. ميم الى لا شوسور لو تالون تاعها عالي بزاف، لو فات كو تكون كومبونسي من القدام تكوني مرتاحه فيها كامل لا سواري. إذا كنتوا رايحين تلبسوا لي تالون كامل النهار على بالكم باللي رايحين نعيا و على فان لا جورني، لهذا البنات ننصحكم دائما تحطوا اون بير دو شوسيغ بلات في الساك ديالكم. إذا كان عندكم عرس مثلا كاين هذا لو موديل ولا هذا لو موديل بزاف شباب اللي قدروا تلبسوه على فان لا سواري. كاين بزاف البنات عندهم مشاكل في الاظافر ديالهم، مثلا الاظافر اللي ما يطوالوش، هنا يقدروا يديروا لا بوز كابسول للمناسبات مثلا. ولي كولور طوندونس هذا العام هما الروز الجون وحتى البلو والاورانج، واليوم في ركن بيوتي راح نشوفوا لي زيتاب دو لا بوز كابسول.
مدام جزيه ملي كانت صغيره كان الحلم ديالها انها تولي مصممه ازياء. بعد ما تخرجت من جامعه الحقوق باش تكون محاميه، اختارت انها تبع الحلم ديالها ولات مصممه الازياء. اليوم راهي على راس لا مارك لا تراديسيونيل كرياسيون الهنا، واصبحت تروج لللباس التقليدي الجزائري في عده من البلدان في الخارج. احنا رحنا عندها باش نتعرفوا عليها ونشوفوا اخر كوليكسيون ديالها. سيت ان دوم لعند ربي والله، هكذا في المخيله تاعي يجيني هذاك لو كروكي ولا هذاك لو موديل ولا اي بوكو بلوس جانسيست كي تكون لا ماتيير بروميير متوفره، كي يكون التيسو يكونوا لي بيير. موا شوي ارتيزان، انا جو ميتريس بوكو بلوس الترافاي مانويل. الوغ كي يكونوا بزاف لي بيير، يكونوا بزاف لي بلوم بتاتر ولا دي فلور دي روزا سي تو. انا نحب تو سكي اكسترافاغون، جادور تو سكي غلامور، نحب الفوليوم، عندي لمسه تاعي خاصه بيا. جو ريكوبي با لي موديل دي زوتر ولا انا هذا عالمي الخاص، جو مانسبير توت سول هكذا. ولا سينيك بوكو بلوس يون فو دير جو فواياجي بوكو، نشوف لي ميزون دو كوتور العالميه في العالم واش عندهم، شوف لي كاليتي دو تيسو. فكره مع فكره مع فكره مع فكره تجي لمسه. شوف هنا في الجزائر ندير كامل اللباس التقليدي الجزائري، درت القبائلي، درت التلمساني، درت الوهراني، لالجيغوا، لو كيراكو، درنا كونستانتينوب. احنا بلادنا فيها بزاف ذاخره بالالبسه التقليديه. في الخارج كيما زعما مثلا في تركيا شويه شفت من عندهم، شفت لا اوت كوتور ديالهم ونسقت بها الخدمه تاعي المانيوال. ساعدوني ان اوتر ستيل كاريمون، نقول الحمد لله والله كاع يعجبوني، كاع سي ديزافونتور بو موا، تعلمت فيهم، شفت بلدان اخرى، عملت علاقات مع ناس، شفت ناس، تخالطت معاهم، عرفنا واش كاين واش ما كانش. وانا توجور نسيي ندخل حاجه لبلادنا، توجور حاجه نزيدها في المحتوى تاع لي توني تاعنا. درت لي ديفيلي، درت في الجزائر العاصمه، درت في وهران، عندي اون كارير، درت في دبي، درت في اسطنبول، درت مؤخرا في مارماريس لو سود دو لا تركي. الروتور شوفي بور نو با تو مونتير، الروتور توجور يرجع للجزائر ياك، باسكو كيما انا نقول لك بلي سفيره لباس التقليدي الجزائري بتركيا. درنا هكذا حفلات، درنا دي ديفيلي دو مود في منتدى الجاليه الجزائريه، بصح لو روتور ما كانش كبير بزاف، لانه تركيا بلاد لا مود، عندهم البسه ذخيره، ماشي غير مثلا الباتريمون ديالنا، يقربوا لنا شويه في القفطان تاع الحنة. شوفي درت دي ديفيلي في الجزائر العاصمه، درت في وهران بيسكو مو شي دوريجين تلمسانيان، نحب كاع تقاليد تاعنا تاع الغرب كيما البلوزه الشده، تانيك الكراكو سي الجيغوا، ولينا حنا نلبسوه بزاف في الغرب لو كراكو لو فري كراكو، بالسواش القا الله الله محرمه الفتول. كي نروحو نهضروا على التقليدي ولي ديفيلي تاع الجزائر بيان سور كانوا نجحوا، وي
الحمد لله نجحوا، باسكو حنا عندنا الناس هنا في الجزائر، الناس كامل يحبوا توسكي تراديسيونيل، ولا تكون عندك لمسه واحده اخرى بالك اون توشي جديده، الناس يحبوا جديد، ما يحبوش يقعدوا غير في حاجه واحده، يحبوا الجديد. شوف الاخت نهضروا على انا صح جو في اونتر لي دو بي اونتر لاجيري اي لا تركي. تركيا سي لا فيل دو لا مود، بلاد الموضه، يجيو كل العرب. انا كيما عندي محل في تركيا، جاوا عندي الكويتيات، جاوا عندي القطريات، يحبوا لا فيست، الفيست بالك بلا غوب بالك، ما يعرفوش هما وشنو سروال تلقى وسروال مدور، ما نقدروش نامبوزيو عليهم هذا، كل واحد ولا كولتور ديالو، كل واحد الثقافه ديالو. مي بار اكسبيريونس ميم دي تورك جاوا لعندي سي فيو يحبوا القفطان تاع الحنه اللي ما يجي مخدوم بالمخمل بالقضيفه بالفلوخ. عندهم تانيك بزاف بزاف لي تراديسيون كيما حنايا، عندهم لو فيل دوغي تورسادي اللي نقولوا له حنايا الفتله، عندهم بزاف الناس ماشي بالك في اسطنبول، بالك الغرب تاع اسطنبول في لو سود، تبيع مازال عندهم الحضاره تاعهم وعندهم الثقافه تاعهم. درت بزاف لي غوب اي لي جوب كيما قلت لك ميلونج، والخدمه سي كل خطره وكيفاش، وانا وليت نحب بزاف الفتله ونزيد عليها لي بيير ولا كاريمون سي كما انا لي بيير هما اللي يديروا لو ديسان، يروحوا اون هارموني افيك هكذا الميلونج تاعهم يخرج حاجه. مشاهير والفاشن في روكن فاشن نيوز. في فقرة فاشن نيوز لنهار اليوم راح نروح بكم إلى مهرجان الدراما بمصر، واللي شهد تواجد كل نجوم الشاشة الصغيرة واللي أطلوا بفساتين متنوعة، لكن غلب عليها اللون الأخضر. البداية بمنى شلبي واللي أطلت بفستان أخضر فاتح طويل بدون أكمام بقماش بليسي موحد اللون من الأمام وأمبخيمي من الظهر. أما في الإكسسوارات فكانت جد بسيطة، اكتفت بحلقين بحجم كبير وبعض الأساور واستغنت عن أي عقد أو سلسلة. بنفس اللون أطلت كارديشن مصر ميريهان حسين بفستان طويل باللون الأخضر كذلك بكم واحد بليسيم الأسفل ومتبوع بقطعة طويلة، كما رافقت الفستان بعقد وحلقين مسية اللون. كما أثارت الانتباه الممثلة ميار الغيط لأطلت بنفس فستان ميريهان حسين لكن ببعض التعديلات. قبل ما نختم عدد اليوم عندي نصيحة لك، البشرة تاعك عانت بزاف في فصل الصيف وخاصة من أشعة الشمس، حان الوقت باش تهلاي في البشرة ديالك، نقصي من المكياج وكتري من لي سوان وخاصة لي كريم هيدغاتونت باش ترطبي البشرة ديالك وتحافظي عليها. يلا نتلاقاو في عدد جديد إن شاء الله على قناة حياة تيفي. باي باي.